انا احمد امام خريج كليه لوجيستكس قسم سبلاي تشين 2019 بتقدير اكسلنت. دلوقتي بشتغل في مجال السبلاي تشين سبيشال يعني في البروكيورمنت والوير هاوسنج والماتيريال بلاننج. عايز اقول دور الكليه في التاهيل لسوق العمل، دور الكليه بيكون كبير جدا. الكليه كل ترم بتوفر تريننج للطلبه في شركات مختلفه في مجالات مختلفه، فده بيكون كويس جدا وبيأهل الطلبه بشكل كبير جدا جدا لسوق العمل. كل ترم بيكون في بروجكت كيس ستادي عن شركات كبيره، بتعمل زيارات للشركات، بتقابل اهم المديرين في الشركات، بتسالهم عن حجم الشركه، بعد كده بتعمل بروجكت وتقدم برزنتيشن قدام دفعتك كلها. الكلام ده بيكسر حاجز الخوف قدام الكلام من الناس، ودايما الناس بتتكلم في الكليات عندها ان الجزء النظري غير الواقع العملي تماما. في لوجيستكس الموضوع مختلف، في لوجيستكس النظري قريب جدا من العملي، اللي انت بتدرسه زي اللي انت بتشتغل بيه بعد كده، وده حاجة بتخليك مميز في سوق العمل وتخليك تنجح اسرع في شغلك وتخليك اشطر في شغلك، ودي حاجة هتحسها لما تشتغل. انت هتكون مميز عن بقية الناس اللي متخرجة مثلا من كليات تانية وبتشتغل في نفس شغلانتك او بتعمل نفس الحاجة اللي انت بتعملها، فانت هتلاقي نفسك فاهم مصطلحات، فاهم الشغل، فاهم حاجات كتير قوي اتعلمتها من الكلية. اذا كان التريننج، البريزنتيشنز، الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده بيكون مهم جدا وبيخليك قادر ان انت تنجز كتير وتاخد خطوات اسرع من غيرك في سوق العمل. قسم سبلاي تشين كل الناس اللي فيه الحقيقه كواليفايد، بيحاولوا معاك عشان تكون كواليفايد انت كمان بعد كده في سوق العمل، فده بيكون مهم جدا. الناس فعلا كلها عايزه تساعدك، عايزه تنجحك في الدراسه يعني في حياتك، مش تنجحك في المواد والدرجات. فده بيكون مهم جدا، الناس اللي حواليك كلها بتساعدك، الاتموسفير كلها كويسه جدا، حاجه فعلا بتخليك عايز تنجح، عندك شغف لحاجه. في اللوجيستكس وفي قسم سبلاي تشين مخصوص انا بقى عندي شغف لاول مره في حياتي ناحيه حاجه، يعني بقى عندي شغف للدراسه، بقى عندي شغف ان انا عايز اذاكر، عايز اتعلم اكتر. الكلام ده ما كانش عندي قبل كده قبل الكليه بصراحه. في الكليه وفي قسم سبلاي تشين بقى عندي ده، بقيت اعمل سيرش لوحدي على حاجات، بقيت عايز اتعلم لوحدي. من هنا بدات اعرف ان انا عندي شغف ناحيه المجال ده، ان انا بقيت بحب المجال ده، وده الحمد لله اللي ساعدني كتير جدا في حياتي بعد التخرج. هي مش كبيره بس ساعدني جدا ان انا اشتغل بعد فتره من تخرجي سريعه جدا، انجح بسرعه في شغلي، اتطور باسرع ما يكون. وفي الاخر مش بقول لكم ادخلوا لوجيستكس وخلاص او ادخلوا سبلاي تشين وخلاص، لا، افهم كل الكليات المتاحه قدامك، افهم كل الاقسام المتاحه قدامك، وهتلاقي نفسك لوحدك بتدخل لوجيستكس وبتدخل سبلاي تشين، بتدخل للاحسن، بتدخل للافضل. بكل بساطه تقدر تعرف الكلام ده، ادخل على اي موقع توظيف، على لينكدين، وظف اي حاجه حسب السورس بتاعك، وشوف الوظايف المطلوبه، شوف الحاجات اللي السوق عايزها، هتلاقي سبلاي تشين من اكتر الحاجات اللي عليها طلب في السوق كله. فده حاجه بسيطه جدا تعرفك اهميه قسم سبلاي تشين واهميه ان المستقبل كله ان شاء الله في لوجيستكس وسبلاي تشين. اختار صح، اختار سبلاي تشين، افهم كويس يعني ايه لوجيستكس، يعني ايه سبلاي تشين، عشان في الاخر تدخل وانت مقتنع. احلى ايام في حياتكم، مستنياكم في لوجيستكس، ربنا معاكم، ربنا يوفقكم في كل اللي جاي ان شاء الله. شكرا.